أهم دواء طبعا بعد التطعيم السداسي، هذا التطعيم حكينا عنه، أكيد أهم دواء بنعطى للكلاب ولازم ينعطى، لازم اللي هو حبوب، دواء عن طريق البلع بتنعطى للكلب، بتنحط في راس دجاج اسمه كيستال. النوعية طبعا حسب النوعية، لما تروح على بيطري بتقول له أعطيني دواء حبوب بلع للدود اللي بيكون في أمعاء الكلب. طبعا هذا مهم جدا، لكل كلاب بتحمل الدود هذا. هالكيت هذا كيف بنعطى؟ على الكيلو مثلا، وزن الكلب 20 كيلو بنعطى حبتين، وبعد 10 أيام بتعيد كمان تعطيه كمان حبتين على الوزن. إذا كان وزنه 30 تعطيه 3 حبات، 20 حبتين، 40 4 حبات، ولازم تعيده بعد 10 أو 12 يوم. إذا تأخرت عليه ما بزبط، لازم بالفترة هاي 10 أيام 12 يوم. كيف بنعطى؟ بتجيب راس دجاج، طبعا هكي بنشوف كيف، بتحطه في راس دجاج، بتدخله جوا وبتبلعه للكلب وبتتأكد انه بلعه او لا، وبعدين بتحط له الاكل بشكل عادي. بتحسن صحة الكلب، بنصح الكلب، بصير وضعه الصحي منيح. حكيت لنجرب، بدنا نطعم سيمبا. اذا كان جعان استنى شوي، اذا كان جعان سيمبا راح ياكل، اذا مش جعان راح ناجل له اياها بين ما يجوع. لازم يبلعهم كله سيمبا. ابلع. هاي بلع على الرمل ده. لا بلع. يلا سيمبا مالك، سيمبا ابلع، سيمبا كول كول كول. طبعا خذها، يلا كول سيمبا. كول سيمبا. ايوه اضحك واحسن، ما تقربش عليه وخايف من هاي. هاي اكل الاولى، هاي وقعت، شايف؟ بدك تنتبه عليها، خليش يشوفها، خليه ياكل الثانيه. بدك تنتبه على الكلب اللي ما توقعش. استنى بلاش توقع الثانيه. هاي بلاح ممتاز، هاي بلع واحدة هيك بدك تبلع. حط له اياها براس ثاني، جيب راس ثانية. فكيت الثانية وقعت الحبة، عدنا حط له اياها براس جاز كمان مرة، لازم ياكلها، بدك تنتبه عليه انه الكلب ياكلها. ممتاز، بلعهم وبتعطيه حسب الكلب. اذا وزنه زي ما قلنا 30 3 حبات، 60 5 حبات، هكي بدنا نكمل لك سيمبا. اهم اشي هذا الحبوب للكلب بتحسن صحته. هذا هو، خذ كمله يلا بره.